المبادرة اللي درناها اليوم هي مبادرة تحسيسية وتكميلية للعمل اللي يدير به سيراما انتي موشنت لجميع المؤمنين لديها في شعبة الأبقار. عندنا على الأقل عندنا 4 خرجات ميدانية لكل فلاح سنويا. فيما يخص تعويض الفلاحين دائما سيراما انتي موشنت تعود الفلاحين لدى شعبة الأبقار عوضت ما يفوق 4 ملايين و700 ألف دينار جزائري. بدا مليحة فاش التوعية تاع الفلاح كيفاش يدخل فاسيرونس كيفاش يشري في الكواعطاه كيفاش يتعامل مع الإدارة مع هذه هي الفايدة تاع هذه المبادرة تاع السيراما. مادا بينا حنايا يعرفوا نفس ولا ما نعرفوهمش.